ما عنديش، وانا اللي مكلفه بولادي، يعني انا اللي هزه لهم المصاريف لا ديال المدرسه لا هزه لهم المدرسه والمعيشه والكرة والماء والضو، يعني انا اللي مكلفه بولادي كليا. خزومية انت مزوجه؟ انا مزوجه سيدي. فين هو الراجل؟ الراجل ما معاياش، الراجل كان مع المخزن، وملي خرج من المخزن مرض ولا في مرض نفساني ولا ها في الزنقه، وعيش غرف على برا، يعني ما كيسول لا في الدراري، ما كيسول واش واكلين واش شاربين، كيقول لك حقا راهما معمهم راه عايشين معمهم. وانت كتخدمي عليهم في الديور؟ في اي حاجه كنديرها، نخدم عند الناس، الا عطاتني شي اللي عطاتني الضروره كاع الطلبه نخرج نطلب ونجيب لولادي. كان نقول للناس رانا ما عنديش، وانا هادي وانا هادي، كيتعاونوا معايا الناس هنا في الزنقه في الدرب فيما مشيت كيتعاونوا معايا الناس. ودابا هاد الناس هادو السكري عندهم واش تاهما الحاله ديالهم ميسوره ولا كيفاش دايره الحاله ديالهم؟ ماشي عندهم وما عندهمش. ماشي على قد الحال. على قد الحال. يعني هذيك السومه الكرائيه اللي كياخذوا من عندك يعيشوا بها. ها داك الشيء اللي كاين اسيدي. 3 شهور ما خلصتيش. 3 شهور اسيدي ما مخلصاهاش، 17000 ريال في الشهر، وقول القضيه كتطلع 17000 كتوصل حتى 18000. بين الماء والضوء. لا الماء ما كنخلصوش من نهار سكنت، الماء ما تنخلصوش. دابا ملي حاليا بغيت نخرج قالت لي خاصك تخلصي الماء، راه قالت لي ملي قلت لها انا شحال كيجي، قالت لي كيجي 4000 3000. انا ما المهم دابا حاليا مجموع لك الكرا والماء والضو. والماء والضو. حاولتي تواصلي مع الزوج ديالك ولا تهضري معاه؟ كنحاول نتواصل معاه ولكن كيقول لي انا ما عديش، انا ما في استطاعتيش. أنا فين كيعيش دابا؟ لا ما عارفاش فين كيعيش اسيدي. دايع حتى هو؟ دايع فيما ولاه. بعد مرتي كيجيبوا لي اخبار كيقولوا لي راه ناعسة في الزنق. اش عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة الوليدات وبنية، بنية عندها 18 عام. راه حاليا دابا راه تكونوا دخلت لقيتها ومليوحة في البيت متكية. قالت ما راضياش، قالت انا نبريكون نشوف في هذه الحالة بحال هكايا. كيبقاو فيك وليدات كاسم؟ بالطبع الحال، انا ما عمرني بركت في الزنقة، انا بنت كازا، ما عمرني تصورت بانني غنجلس في الزنقة او غنطرى ليا بحال هكايا، ولكن الغالب الله اللي بغى، ما عندي ما ندير. ولادك دابا اش كيقولوا لك بزاف؟ ايوا اش كيقولوا لي ولادي؟ كيقولوا لي ماما حنا معاك، حنا فين ما مشيتي حنا معاك. انا عندي دري صغير دابا حاليا راه هو كيلعب، خاصو اليوم يدخل مع 8 المدرسه، هاي والمشكله المدرسه حدايا ما مشاش والمدرسه والمعلمين عارفين الوضعيه ديالي، الناس اللي شراو لي الكتوبه والناس اللي واقفين معايا في المدرسه الله يجازيهم بخير. انا الناس ما ناكرش خيرهم، انا مع الناس انا عايشه. سميه العائله ديال الزوج ديالك ما كيتواصلوش معاك؟ حتى هما ما في حالهمش، حتى هما ما عندهمش. لوسي كاري دار كاري اقامه في اللويزيه، توا يلا صغيره يلا مع عنده تواجد الوليدات ومرتو وجالسه معاه امو وجالسه معاه اختو وحده اخرى حتى هي مريضه. ولو انا غدا ولو نبغي انا ولو نمشي وما غادي يجريش عليا، ولكن ولو نمشي انا ولادي ما مديرينش. انتيا وهو تواجد الوليدات يعني قاصحه. يعني قاصحه. واخا انا امي يلا متوفيه بقى ما كملتش حتى الربعين، كون كانت امي ما تخلينيش بحال هكا، ولكن ما عندي ما ندير. امي يلا ماتت ما كملتش حتى الربعين يوم. الواليد ميت شحال هذا. اختي عندي احنا ثلاثة الاخوت، اختي في سيدي مؤمن حتى هي مع وليداتها، ولو نبغي نمشي عندها كتقول لك الا جيتي عندي غديري لي الشوها مع راجل. مزوجة بوليداتها؟ مستقرة.
خويا عندي خو واحد هذاك منها ملي توفات الوالده ولا غير اخر يعني كانت لا ما مجوج ما عنده ولاد ما والو. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا دابا اختي سميه شنو النداء ديالك شنو الطلب ديالك؟ انا الطلب ديالي انا بغيت الناس اللي شافوا الوضعيه ديالي شافوا من حاله وتعاونوا معايا. انا ما باغاش نبقى بحال هكا نبقى في الزنقه. انا حق لقيت لك راه ماشي ما لقيتوش. انا قلبت كنبات الليل كامل ونهار كامل وانا نقلب ولقيت، ولكن كنلقى بواحد الثمن انا ما نقدش عليه، كنلقى ب 18 كنلقى ب 20 انا ما استطعتيش. كنتي كاريه؟ كاريه ب 17000 ريال وعاد زيد الماء وعاد زيد الضو من غير المصروف ما تسولش فيه. بغيت فايشه بالزرقاء. وإلا بغى الله ما عندي ما ندير، إلا بغى الله ما عندي ما ندير، ما عرفت من هنا لغدا ولا من هنا للعشية أشنو غادي يكون. ربي كبير. ربي كبير. نتمنى من المحسنين أنهم يدخلوا على الخط ويوقفوا معاكم. هذاك الشيء اللي كنت أنا ذاك الشيء اللي كنتمنى. نداء المحسنين، طلبي المحسنين. أنا كنطلب المحسنين وكنطلب الناس اللي كيشوفوني يتعاونوا معايا سواء بالقليل أو بالكثير. وخذ بروكا على خدمتكم مستقرة. هاكاك هذاك الشيء اللي بغيت انايا. شحال في عمرك دابا سمية؟ 44 سنة. 44 سنة.